بهالفيديو راح نلعب من احلى مابات الكوستوم زومبيز لبلاك اوب 3. ماب عبارة عن ميكس بين بيريد وبين لعبة ريد ديد ريدمشن. فيلا خلينا نبدأ بالفيديو. قبل نبدأ الفيديو شباب، بس حاب احكي لكم انه تصوير الجيم بلاي راح تشوفوه بعد شوي كله باستعمال كروت شاشة زوتاك RTX 2080، تعتبر حاليا من اقوى كروت الشاشة الموجودة بالعالم للجيمينج، وكرت شاشة وحيد الاقوى منه اللي هو RTX 2080 Ti، اللي بعده على طول هو ال 2080 اللي هلعب فيه حاليا. طبعا اللي ما يعرف كروت الشاشة هاي شيء جدا رهيب، تعطيك وضوح 4K، فريمات رهيبة بالالعاب. فتقريبا في كتير العاب تدعم خاصية ال RTX اللي يكون في جوا اللعبة شيء معين الRTX، نفس لعبة باتل فيلد V في ال 3D، وتشوف النار انعكاس النار بشكل جدا خرافي. فاي الجيم بلاي راح تشوفه بعد شوي باستعمال RTX 2080 من شركة زوتاك. في اكثر من نوع، في من ايسوس، في كتير شركات، بس زوتاك تعطيك مميزات على الكارت اكثر من غيرها. وكمان نفس الوقت الفيديو قادم ان شاء الله راح استعمل 2080 Ti اللي هو اقوى منه كمان لتشوفوا الفرق. فيلا خلينا نبدا بالفيديو. هلا والله، هلا والله، موسيقى بارد. اوكي انا قاعد العب بسكارلت. اوكي الشخصيات، في نيرو، في ريكتوفن، نيكولاي وسكارلت. هذا خابص ام الدنيا والله. اوه اول مره بالزومبي بسلاح بايد وسكين بايد. طيب والله شقنا له البركات. اوكي يا الله، ما رهيب يا عيال، والله رهيب. طيب دبل تاب هون وشوفوا كيف شكل البرك تحت. او النايف لسه يذبح ضربة. اوكي والله هذا مغير كل شيء، شكل البركات. اه الهيلت على اليسار عند الشخصية. خلي يضربني. ها آه نقص نصه. لا تقل النار نفس تاون بتأثر فيها. اي والله تأثر. طيب ويف مسميها، مو راوندات. كأنه اجواء ريد ديد ريدمشن. انا لعبت كم هم من ريد ديد، نفس المدن نفس كذا. والله ماب رهيب يا اخي، لو يعملوا اي شيء يخلونا نحمل كوستوم ماب على البلاي ستيشن اقسم بالله لتكون متعة. النايف للحين يقتل بضربة. زومبي بلود، زومبي بلود. اوكي ما نحتاج الحين بس اوكي. تخيلوا تخيلوا فينك على البلاي ستيشن تحمل كوستوم ماب على البلاك اوف 3، والله تلاقي كل الشعب محمل في فوق ال 100 ماب 200 ماب ناس مسوينهم، تلاقي تقدر تلعب اللي تبيه. حتى فوق على اليمين في تأثير اي شيء تاخده. طلع خلاص الحين، والله تعبان على الماب اللي سواه، تعبان عليه بشكل مو طبيعي. لا لازم استنى دبل بوينت على اخر شيء. ليش لما امشي هون بتأثر بالنار هنا؟ اوكي لما اقرب اتأثر، غريب الوضع. اوه عصفور، ادري مو هالشيء الخرافي بس ما متعود بالزومبي يشوف كائنات حية. اوكي ما نقدر نذبحها نفس العصفور اللي بدير عيسندراخ. هلا والله،
اوف نشتري مولوتوف. اوكي يعطوني فلوس لو عملت كراتش؟ ايوه يعطوني. واللي ما يدري حسب ما قرات على الماب له لغز الماب. ايوه لا بطلوا يموتوا في لغز ما راح نحله حاليا، بس لو عجبكم الماب وشفت في دعم على الفيديو راح اسوي فيديو بث مباشر نحل اللغز مع بعض ان شاء الله. اوكي ضربه بعدين سكينه يموتوا. ضربه سكينه حلو، ضربه سكينه. انستاكيل حلو. واو ديث ماشين رهيب. يا عيال اقسم بالله انه تعبان على الماب بطريقه مو معقوله. اوكي بي اتش دي فلابر ايش هيك، كنت اضغط عليه مربع هنا طلع لي مربع. ايوه لا وين ورا قطعه. اوكي مسدس البدايه اعطينا اياه جدا قوي. اوكي وين البوكس؟ نبي نشوف اسلحه الماب. يا رب يكون عامل اسلحه بالذات لهال يعني الماب، مو يكون اخذ اسلحه بلاك اوب 3 وحاطها. يا رب اصح شكل القنبله كيف، يا رب يكون كمان مغيره. خلينا نشوف القنبله. ايوه لكم لعامل ماب نسوي كل شيء تفاصيل. هالمكان شكله مخوف، شكله مخيف الصراحه. الباب غالي. وفي اصوات. ايوه هالمكان مو مريحني. قبل هذا ناخذ العلكة. جيم ار ميسنج يمز. اوكي شكله ما له حاطط علكة. هاد فينا استعمله باور. اوكي اوكي اوه نستبع اورجنز. لا 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 ما عندي سلاح، ما عندي سلاح، ما ادري شو راح يجيني بس ما عندي سلاح. اوه شو شكل البوكس. اصبر 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 يا كلب. اوه اسلحة رهيبة. هذول نفس شادو اوف ايفل صح؟ لا غير والله. نفس تبع ديد اوف ذا نايت، هل ما في جديد؟ يعني في شخصية سكارلت مو قديم فأكيد ما أخذ شيء من ديد اوف ذا نايت. مغثيثين الصراحة. سلاح رهيب. لا لا تقول ماكس امو برا الماب، لا تسحب. اوكي هون. نفتح الباب ولا نفتح الصندوق؟ في بارت. للشيلد. اوكي اوكي اوكي. في ثندر جن. اوكي والمونكي تبع اوكي شكله سلاح تعبان. المونكي تبع قصة الفوضى. اي واضح سلاح تعبان. هذا استعمله طلقة طلقة. لا اوكي. طلقة طلقة هيد شوت. والله هو سلاح شكله خرافي. بس مفعولا رهيب، مفعولا تعبان. اوه شو عمل؟ ليه قاعد طالع اسلحة تعبانة؟ هذا تعبان صح؟ اوه لا والله حلو. يلا يا الريلود نص ساعة.
ريلود بطيء. او شو السلاح؟ او اثنين كبوم. او ابي شيء رشاش يجيب لي فلوس، بس نفس الوقت لازم اخذ كوك ريفايف ما بين نخرب الجيم. والله يا هو سلاح تعبان. اقدر اذبح الدجاجة؟ ما اقدر. مسوي هالماب يحب الحيوانات، ما تقدر تذبحهم. اوه اوكي قوي هالسلاح، بس لازم قريب. اوكي that thing's got a mind of its own. ولازم هيد شوت. اوكي البوكس الجديد هون. جقر هلا والله. اوكي وين البوكس الجديد؟ شفناه هون على اساس. اه ما كان داعي افتح الباب. في يا اخي كانت تطلع سلاح رهيب، بس قاعد يعطيني اكثر سلاح تعبانه. ديث ماشين. موتي. اوكي ما راح تموت. شو الحوال؟ نرجع للبوكس. أرجوك أعطيني شيء مثل العالم، أرجوك. السلاح تعبان. بلاك أوبس 1. للحين مفعول زومبي بلاد متأثر؟ مرة ثانية على البوكس. أظل وراك يا بوكس حتى تعطيني سلاح مثل العالم. أوكي هذا أخذ مكان سلاح. شو على الأقل نايف نطلع من البوكس، المفروض يقتل بطلقة بنايف شخطة واحدة. الشخص اللي مسوي الماب خرافي، بس ما ادري ليش مضاعف الاسلحة. مضاعفها بطريقة كبيرة ما ادري ليش. طيب لازم افتح الكهرباء. في كاندي. كم باك ات راوند 12، ارجع راوند 12، اوكي. والله نحتاج الفلوس، الكثير من الفلوس. كويس انه هالشوت جن قوي، بس ريلودا يجلط. اوكي اوه هذا قوي. مو مرة. ريلود حلو، ريلود بس مرة واحدة وخلاص.
صاد اقوى. يا البوكس ارجوك اعطيني شيء يطلع لي فلوس، رشاش او وندر اوبن. اعطاني كل انواع الشوتجنات، ما خلى نوع شوتجن ما اعطاني اياه. اوه اوكي اوكي اوكي. ما راح، ما عندي مشكله. ريغان حلو. ليش الريغان يسوي هزة أرضية مع كل طلقة؟ الكنيسة أظن الكهرباء هتكون جوا الكنيسة المفروض. You need a key. أوه يي يي يي، شو شو شو؟ كلاب؟ شو؟ اوه ساحرات برد. طب يقتلوني ولا يسحبوا فلوس؟ يسحبوا فلوس ويقتلوا. هي ريغان لهالدرجة دمجني؟ طيب حلقة واحدة كيف؟ والله لازم جقر، لازم نفتح الكهرباء. طلع شكل الماب هيك مع الضباب وهيك، والله يا انه رهيب. نقدر نكمل لهون؟ لا خلاص هي نهاية الماب. لانهم ينفجروا بس يموتوا. اوكي عشان هيك متت. لا لا بعدي نقتلك من بعيد، من بعيد تعي. ايوه بس اي اي شكلهم مخيف اكثر من تبعون بارد بألف مره. ارجوكم قولوا لي ان الكهرباء هون. اوه شو هاد؟ ميول كيك، ليش شكله كذا رهيب زياده؟ في سلاح ماب ونقدر نبنيه. اوكي والله الماب. اوه مفتاح. اوكي هالماب يبي له يا بث مباشر نكتشفه بالكامل يا نسوي له اجزاء، لانه مستحيل اقدر اغطيه فيديو واحد. نشوف هالكنيسه. اوه لا تقول لي هالتطوير. لا ما عندك كوك ريفايف. هذا شو تطوير ولا ما ادري والله. بورتال اوبن نوت اوبن يت. فاير سيل. اوه فاير سيل. بسرعة ريلود ريلود. اوكي اظن هي نهاية الفيديو اليوم شباب. اي تجربة بس عن الماب ناخذ نظرة عليه، اكتبوا لي بالتعليقات تحت اذا بدكم بث مباشر ولا نسوي اجزاء نحاول نكتشف الماب. ايه بس اتمنى لا تنسوا الفيديو بزر اللايك وشاركونا بالكومنت تعليقاتكم. راح ارجع لهالماب مو بس الفيديو، راح تشوفوا فيديوهات ثانية للماب. مبين انه ماب رهيب واحلى من نص مابات بلاك اوبس 4 اللي عندنا اياها الصراحة. فاي بس نشوفكم فيديوهات ثانية ان شاء الله. مع السلامة.